أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي سؤالهم الثاني يقولون: هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الغرب أن يشارك في شركة التأمين ليضمن إرسال جثته بعد موته إلى بلده الأصلي؟ ايش الداعي لإرساله إلى بلده؟ يدفن في مقبرة المسلمين ولو كان في بلاد الغرب، إذا كان فيها مقابر للمسلمين يدفن فيها. ولهنا بلد تقريبا من بلاد العالم ما فيه مقابر للمسلمين، لأن فيها أقليات مسلمة، فيدفن مع أموات المسلمين والحمد لله، ولا حاجة إلى نقله، نعم، ولا حاجة إلى التأمين، نعم.